الخير. يوم الاثنين 21 ايار مايو، اليوم هو اول نهار بتكون فيه الشمس ببرج الجوزاء، اما القمر فهو اليوم مرافقنا بعده من برج ناري برج الاسد. فكيف رح بتكون كل الابراج بمطلع هالاسبوع؟ بنبلش مع برج الحمل. بتناسبك كثير الظروف الفلكيه، الاجواء حماسيه، الاجواء ايجابيه، الاجواء ديناميكيه جدا عند مولود برج الحمل، وانت منافس قوي سريع البديهة وقادر حتى تنتصر. الأكثر حظا هو مولود شهر أدار مارس، تحديدا مواليد 22 23 و24 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور بهيدا النهار بتبلش تتحول الاهتمامات الشخصية نحو المالية، ببلش مولود برج الثور يبلش يفكر كيف بده يحسن وضعه العائلي أو الشخصي، خاصة على الصعيد المالي إذا أنت بتشتغل، أو حتى على الصعيد الدراسي إذا أنت بعدك طالب. تبقى المواليد الأكثر حظا 28 29 نيسان أبريل، أما يلي عندها شوية قلق هي مواليد 20 و21 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. هيدا نهار بعتبره نهار كتير مهم بالنسبة لك، مدعاة للاحتفال لأنه الشمس وصلت لبرجك، صار لك تقريبا شهر مش عم تقدر تحسم الأمور، مش عم تقدر تنهي الأمور. اليوم نهار ديناميكي سريع ممتاز، تتحرك فيه كل الأمور، بترجع بتحس أنه رجع النشاط والحيوية حتى لبعض الملفات القديمة. تبقى المواليد الأنشط بالتأكيد هي مواليد شهر أيار مايو، وخاصة مواليد 23 24 و25 أيار مايو. كمل مع برج السرطان. دخلت مولود برج السرطان مع وصول الشمس لبرج الجوزاء، دخلت بمرحلة من ال 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 الراحة، فينا نقول استراحة، مراوحة المكان تقريبا حتى بداية فصل الصيف. لكن لأنه اليوم القمر موجود ببرج الأسد الناري بالبيت الثاني، معناتها في مسألة مالية عم تتحرك. هالمسألة المالية يمكن تكون العلاقة ببوليس التأمين، يمكن تكون العلاقة بدين، بمسألة مصرفية، أو يمكن يكون في بعض المسائل فواتير القديمة، أو حتى ببعض الامتحانات. فحاول تضلك حذر وعم تراقب الأمور بدقة، لأنه كوكب فينوس صار موجود ببرجك هنالك حظوظ رائعة ومهمة عند مواليد 21 و22 و23 حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. بعتبر هيدا نهار مهم جدا لأنه بشكل علامة فارقة، محطة فارقة عندك. القمر ببرجك، أنت بتعرف أنه في عنا 13 محطة شهرية لما القمر بيكون ببرجنا، هلأ وقت القمر يكون ببرجك، هيدا معناتها أنه في انتقال، صارت مرحلة الانتقال من مرحلة إلى أخرى، صفحة جديدة. هالصفحة الجديدة عنوانه بيعطي الشمس، تعطي العنوان يلي موجودة برج الجوزاء بالنسبة لك، هي في على صعيد اللقاءات الكبيرة، المؤسسات الكبيرة، المؤسسات الخدماتية اللي انت بتنتمي لها، بدك تنتمي لها، حابب تشترك معها، او يمكن مجال التعاون مع المجتمع مع الاخرين. يعني بكلام اخر انت دخلت بمرحلة التأييد العام يلي رح يأيدوك اللي انت رح تأيدهم، ونوع من تبادل للخبرات بينك وبين مجموعة جديدة. وما غريب انه اليوم لانه القمر ببرجك تاخد قرار الانضمام او فك ارتباط مع مجموعة معينة، لأنه كوكب المريخ عم بيواجهك، كن حذر إذا كنت من مواليد 23 24 و25 تموز يوليو. كمل مع برج العذراء. بعتبر هيدا نهار بالنسبة لبرج العذراء نهار ضعيف، بعتبر هيدا نهار مناسب فقط للاستراحة، لتاخذ بريك، لتبعد عن أي مشكل. إذا أنت عندك امتحانات اليوم مفروض تكون كتير مصحصح لأنه الجو اليوم كتير ضعيف الطاقة. الأجواء اليوم بتقول لك لازم تكون مصحصح للامتحان، لأي اجتماع، لأي مفاوضات، وإلا من المستحسن إنك تأجل لبكرة أو بعد بكرة. تبقى المواليد الأكثر تعباً 19 سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بعتبر هيدا نهار بلشت نوعاً ما تبين قدامك، بلشت تقشع أمور إيجابية. هي مرحلة كتير حلوة لما الشمس بتكون ببرج الجوزاء، لأنه برج صديق لك كتير برج الجوزاء، لكن مش كل الأيام مثل بعضها، في أيام أحسن، في أيام أنجح، في أيام فعالة أكتر. اليوم نهار كتير حلو لحتى مش أنك تصدق مين ما كان، لكن لحتى تتعاطف مع الناس، ولحتى تغربل في صداقات جديدة، في معارف جديدة، في وجوه تقدر تساعدك. الأكثر حظا 23 24 سبتمبر. كمل مع برج العقرب.
بالنسبة لبرج العقرب اليوم نهار متطلب لكن منه سلبي، طلعت انت من هالشهر المزعج الثقيل اللي كان مرافقك، كل شيء والشمس كانت موجودة ببرج الثور. هلأ الشمس اليوم صباحا الساعة 5 صباحا تقريبا وصلت لبرج الجوزاء، يعني طلعت من مرحلة المعاكسات يلي كانت عم تواجهك إلى مرحلة التقدم، التقرب من الآخرين وأخذ خطوات إلى الأمام. بثلاثين يوم مرقوا ما كان فيك تاخد خطوة، كنت عم بتجرب بس ما كان تقدر تتخطاها بسهولة. هلأ صارت الأمور ميسرة. اليوم تحديدا هنالك نوع من ضرورة عند مولود برج العقرب لحتى يخطط للأمور ليشتغلها، لكن على الأصول مش كيف ما كان. على أكثر حظنا 8-9 نوفمبر، كونوا حذرين جدا 23-24 أكتوبر. كمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس انهار، أنا بعتبر هيدا نهار ضروري ضروري جدا يكون في لك حركة مهمة. هيدا الشهر هيدا نهار هو رح يعطيك الدفشة الأولى مثل الترامبولين لحتى تنتقل من مرحلة إلى مرحلة بسهولة. يعني اليوم بدل الخطوة رح تقدر تاخد خطوتين، تعطي خطوتين، تاخد خطوتين وثلاثة. نهار إيجابي لحتى ترتبط، لحتى تخلص وتحسم ارتباط أو عقد معين، ما تقعد مكتف إيديك أبدا. تبقى المواليد بعتبرها أكثر حظا شوي من غيرها، هي مواليد ديسمبر الأكثر تعبا 22 و 23 نوفمبر. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي بكرة أفضل، اليوم في ترتيب أوراق ومعاملات. هيدا النهار بشكل نوع من الفاصل، الحد الفاصل بين مرحلة إيجابية ومرحلة متعبة متطلبة. اليوم المسائل والقصص والحكايات بطلت بتمشي بسهولة دغري تلقائياً. بدك تبلش تطلع براهين. اليوم هو من الايام يلي مطلوب منك تطلع الدوكيومنتس، الملفات والاوراق الثبوتيه. تبقى المواليد الاكثر تعبا 30 و31 ديسمبر، 11 و12 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبه لبرج الدلو اليوم نهار بخليك على اعصابك، لكن لازم تعرف هيدا نهار ما لازم تسبب فيه زعل لحدا، ما حدا لازم يزعل منك. ليش؟ لأنه الأيام المقبلة حتى 21 حزيران يونيو رح بتكون كتير حلوة. هلأ المشكل أنه هالشمس الموجودة برج الجوزاء عم تفتح قدامك مجال لقاءات وتقدم وانفراج، لكن المشكلة أنه كوكب المريخ بنفس الوقت دخل على برجك. هذا معناتها رح بتكون انفعالي متسرع ورح تندم كيف زعلت فلان. عندك نوع من عقدة ذنب لأنك زعلت حدا أو نزعت علاقة أو سببت لحالك مشاكل. تحديدا اليوم هو نهار يمكن تحس أنك انفعالي زيادة عن اللزوم، فانتبه ما تنزع علاقة. كن حذر جدا بشكل خاص 22-23 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لك مولود برج الحوت دخلت بمرحلة لازم تهتم فيها بحالك، بدك ترجع تقيم الأمور بحياتك. اليوم بكرة وبعد بكرة رح بيكون في عندك ظروف منها هالقد سهلة نفسيا ومعنويا، بدك تنتبه لشغلك، تنتبه لصحتك وسلامة أمور سير الأمور العائلية والمنزلية. 7-8 أدار مارس بتضل الأكثر حظا. وبنتقل لمولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي السنة بعتبرها سنة نشيطة جدا جدا جدا، تغييرات على صعيد دراسي، مكان الدراسي، نوع الاختصاص، ويمكن يكون في انتقال من مكان عمل إلى مكان آخر. شهر حزيران يونيو اكتوبر وشباط فبراير هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي.